بالفعل. ويقول طبعا بعض المؤرخين أن حتى تسمية عمان من قبل السومريين اسموها ماجان، وأن هذا الاسم مكون من مقطعين ما وجان، هي أرض السفن. لكن أنا في تقديري الشخصي أن السومريين الذين وفدوا إلى عمان بعد العرب القحطانيين، وأن عمان التي سميت عمان لم تسمى في عهد مالك بن فهم كما يقال نسبة إلى وادي في اليمن يقال له عمان جاء منه مالك بن فهم، وإنما نسبة إلى عمان بن قحطان، يعني عمان بن قحطان عمان بن أبي العرب الأولين، هو الذي استوطنها وملكها وسميت باسم من ذاك الأوان. فالسومريين صحيح سموها مجان وجاءوا كذا، ثم بعد السومريين أيضا جاء الفرس كمحتلين غزاة واحتلوا عمان وسموها كما يقال سموها مزون. ولكن هذه التسمية ليست تسمية فارسية بتاتا، وإنما هي تصحيف من الفرس للتسمية السومرية مجان، لأن الفرس في لغتهم، وأنا درست أيضا في الفترة الجامعية اللغة الفارسية، في لغتهم يحيلون الجيم إلى الزاي ويحيلون الألف إلى الواو، فبدل ما يقولون مجان قالوا مجون. ولأن عمان كانت مستوطنة عربية منذ القديم، فالعرب اللي هنا لما سمعوا الفرس يقولون مجون سموها مزون. أيوة. وفي المعاجم طبعا هذه التسمية تعتبر فارسية، لأنه لا يمكن أن نقول بأن المزنة تجمع على مزون، وإنما تجمع على مزون، مزون وليس مزون. فلذلك هي بالفعل تصحيف فارسي لكلمة مجان وليست تسمية عربية.